حديثي لك اليوم ما هو قصة ولا حكاية، كلامي ما يطول ومنه تبان الغاية. صيحة لي وليك كانت هي البداية، والشهقة لبت في يوم تكون لنا نهاية. ما بين هادي وديك شوفوا قاسي، شكي شكون يواسي. ما بقيش نعرف واش انا كنمشي فوق الارض او الارض كتمشي فوقي. احياني البدات لما تتعل، والعقل لما يمل. مليت، بكيت وحدي في العزلة وقدامكم ما رضيتش، ضحكت وانا ساخط واليوم عييت. وانت يا بحر منك عشت قومان وفيك عيشة حيتان، في كل وقت فيك بداية من بعدها نهاية. انت اللي قاون وانت عايش، ومواجهك مرة ماشية مرة ماجية، ما مليتي ولا عيتي. شحال من بنادم جاك قصد عواد تواسي وتناجي، طفتيه من الدنيا وديتيه، والسما كل نهار تراقب وسكات عيشة. يمكن سحابة مع عينيها لو كان مازال تشوف، لو كان تراعي. لا انت ولا هي لوانكم صفات وتشابهات، لا تقول مرة قلوبكم رحمت. مليت هبان الناس، لكن اليوم اليوم انا قادر، وحال واحد فيكم يلمسني. من اليوم وجهي في وجه الناس، من اليوم نكون حاضي في فياقي ونعاسي، لا مواجهك تكون سباب تعاسي، ولا السما تطيع عليا بغدها القاسي. هاد الوزيزات عزيزين عليا بحال ولادي. شتي بعد سبحان الله، خليناك حتى وكان حتى على خاطرك. على سلامتك. يلا الخوت حد سوالم. مولا يعقوب، هو مولا يعقوب وفق على سلامتك، راحنا وصلنا. سيفاد صبحنا على الله. صافي يا سيدي وصلنا. Yeah.
شو وشويه الخواج درت لك لي سير كتهدم فيا هكذا ملاحظ راه انت اللي مديتي يديك باش تخفض الباكاج ديالك وعاود هبطتيها فين مديتي يدي فين ما حرقتش يدي ولا عرفت فين انت حتى جيت للارض اشنو جرى لك ملاحظ اش بغا يجرى ليا تحت الارض وانا نايض بقالة فاسي هادشي اللي كاين قلقتي يا مولاي يعقوب لا تقلق دابا يدوزني الحال قول لي فين حنا بعدا انا انت كاع ما عارف راسك فين غادي كون عارف راسي من غادي كاع ما تلقاني معاك هنا الله يفرقنا بلادنا هاد المرة وليداتي ما غاديش نحكيو على سيرة سيف الدين دليزان ولا عنطر مشداد ولا قصة قمر زمان اليوم جبت لكم قصيدة كتهمكم وغادية تعجبكم إلا فهمتوها إوا تصنتوا لي مزيان راها قصة ديال واحد الصبي بحالكم أنا بالجوع قالها المسكين كان في عمره 5 سنين في عينه دموع فرحة باتت مدبوحة بألف سكين وسخطين سابغوا من راسه للرجلين فعظامو عش الفقر ونياب الصقر خدات العزة من أعماقه وطارت بها ضاع بندم بعد ما قاوم وفي الليل الشوك حفر حفرة وطاح فيها مما تشوفه تماعن بؤس حروفه تلقى في عمره 50 سنة دازت محنة ورا محنة مرت حرمان وخيل زمان حوافره القاسية زطم عليه ومزق فيه خطوة ماتت في طريقه ويقص طريقه والكلمة انتحرت في لسانه وفي العينين مد لي الدين صرخة قوية فجرها في خوانه قا خوانه ولاو صمكين السلام عليكم. وعليكم السلام. كاين شي قهوة موجودة؟ كي داير الدنيا عندكم هنا؟ كاين شي صعب هذا العام؟ باش ما نقول لك أولد عمي، وقت عيانة شوية. الناس اللي حات حاكم من ناحية البهايم. كاين شي حد يخدم معايا ردة؟ شوف شي حاجة أخرى، ومع بنادم راه كيفلي القملة بالنص، شوف شحال اللي قدك. قالوا الله تكنس القصيف حلا غاص انا مالي ما هز ما حاط ناجي واش كتقلب على شي واحد تعاون معك انا ولد بلادي كل شي موجود اجي نقول لك كتمد هنا والله نسمع فهاد الزيت كيتغسل بعض المرات وكان شي قمار لا
تحلقون بلي تنطفو هو زودي زودي. وانت اش من شكل ديالك؟ الفعل غدا غادي تصوفني السوق هكا يا اخو غنشوفو غدا السوق واذا كان كلام صح صوبات لك معايا تهدف على قرى المعلم ليش هنا في الغية فاحت الوقت الوقت شد غير بليقي قلت نعش الشاهد طلب من الله التيسير. اش من تيسيرك غادي نخدمو غدا؟ الله يصبحك على خير. تطفي الضو. الدنيا غابة كون ديب لي ياكلوك الدياب. هاد خينا جاي طامع فيا بالحق والله من عندي لا شاف القرش. غادي نوريه ونطمعو وعلى يدي لي من النعسو. غفل طارت عينك اللي بغى يدير شي خير يبدا بركابيه يعاوني نعلمو كيف يدور الناعوره ويعري على كتافه ويقلب على رزقه بلاص ما يعول على بحالي. نوض قاعد اسيدي نوض قاعد ياك عقل على اللي قلت لك اللي ندور انا غويضه عينك تاع اللي باغي يلعب شد الفلوس وعطي الورق والزربة واللي بالك داش نعود حداها الحيحق وحاجة أخرى هاتي غاد كله بين يديك بالعشية من الحلو الصندوقة تاخد حقك ودي معك هاد النصيحة راح تنفعك انت وانت تنفع بها جارك وجارك ينفع بها اصحابه واصحابه ينفعوا بها احبابهم. اسمع السامع الانسان كله واقف بين صهدين وهاد الصهدين سيادنا هما العقل والروح والجسد والدة. ايه سيادنا العقل والروح اعطاهم لنا الله نعمة والجسد الفاني ولدا اعطاهم من الله نقمه وصلاح. واختصار القول كلامي حكمه وعشوبي هاد العشوب شهده ديال العسل كتنفع البدن وبالخصوص هي رحمه للدا ورحمه للهمه. ايه سيادنا اللي ما عنده همه ما عنده حياه حياته مع مراته ومع العيالات
ما عندها قيمة. شحال من واحد من همته مع العيالات صار يذكر، وشحال من واحد خانته همته ولا ضحكة فام العيالات. قال الأنطاكي الهمة للدا وفادة، والله وصع الجماع ديال الحلال والآفات زمان كيوقع والعيب هداف. إن النفس لعمارة في السوء، في الحية داء ولكل داء دواء. من بعد تحميمة وعرقة ترتاح، وعمل شوية من هاد الوصية راه تنجيك من كل مصيبة. وحدة بعشرين وثلاثة خمسين. بسم الله أمر دي الوالدين. هانا إلى خشيتكم لهلا يجعلني نوقف مع أمة المسلمين. وحدة بعشرين وثلاثة بخمسين. بسم الله ولدي، بسم الله ولد الحلال، شيفا مرضي الوالدين. أيوا ارباح 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 ارباح. ضوني بحد ما نعطيها لما ما بغيتي كيد معودالك. ارباح ارباح، شد من عدو جه الخير. ارباح ارباح، والله عشرة يربح مية ومول المية يربح ألف. أيوا زيدوا ارباح 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 ارباح. ارباح ارباح، فلوس عيط على الفلوس سهلة مهلة. هو عينك وشوف اللي دار بك تفهم. حل ما قلنا الحال شكدوا انت هنا يا سين باكم ولا صير. حالة جديدة هذه الحالة. ها هي مشات، بغات شي حد يمشي معاها وما تعرف الزرع عند من. غريب، الوحدة ديما صعيبة بالحق، ومع الولف ما كتبقاش صعيبة. احنا بزوج، ولكن انا حاسة بنفسي وحدانية. من قبل كنت كنقول شي مرة نرجع انا ونلقى اللي فاجئ عليا ونحط عليه راسي ونحكي لي على طبخ المجاج وسعدين اللي غادي وكيعواج صداع الصغار وقوى الكبار. لكن بعد فهمت بلي غادي نبقى وحدانية، دخول دار فيها غير السكوت والحيوط والغربة. هذا مكتب عليا، حظي هو هذا. شتايا بحال صيفي ونهاري بحال ليلي، راك فهمتيني. ايامي ما بقات عندها قيمة. لو كان ما بقيت من الدراري اللي كنتي معاهم همومي، لو كان ما البسمة ديال الصبيان والضحكة والبراءة. ومرة مرة نشيد ولا غنية ولا حجاية، لو كان ما هادشي كله ورد وين ودي، كان شحال هادي نهيت حياتي. هادشي كله عمرني فكرت نحاسب ولا نعاتب شي حد. معرفت علاش كنعاودك هادشي وانت غير دايز وغادي مع واحد بحالك. كل وحدة في مكاني تمنى تبقى، لكن انا ولفت وما بقى ليا من تمنى. كل واحد يدير اللي عليه ويفكر في اللي تواتيه، اما انا همومي مخبيها في نفسي، صداعي مخليها لراسي.
حفظ. صافي حفظت قبيلة ودابا كنتعلم نحسن خطي. هادي شنو؟ هادي لا ماليف لما كتعرفهاش شي شويه وخلاص. بها كيقول الواحد لا، وهاد اللي كتب دابا حرف الباء بها كتبدا بسم الله. اساليتي نوض نعس عرفتي شحال الساعه؟ حتى نعي. ما وقع حتى شي حاجه ما تخافيش، سمعت انا داك الحس السيد دخل عند رضوان انا جاي ما تخافيش. ماما اش واقع؟ نعس ما كاين والو، سمعت شي صداع. راه غير الريح تفا كانت محلوله. نعس وليدي نعس نعس نعس. الناس طغات الفلس ولا سيد زمانو كله كيف اختار يوصلو. يا سيدي يا ربي اش من مات في صدي حياتي خبلتها نهاري بحال الليل قحلتها وكملتها حتى روح العزيزة عند الخالق على جو الصول دي قتلتها. يا ندمتي واش ندير؟ فينك صلاح الدين فكني من هاد الوحلة؟ صلاح الدين حتى حاجة ما تخفى عليه، هو بوحدو اللي نقدر نعول عليه مصاف ما غاكش تلقاه. Thank you.
سي محمد اش نقول لك؟ سي محمد ما بالك جاك مسقط الوادي ديال صلاح الدين؟ اش نقول لك امولي يعقوب؟ ما عرفت تعرفني ما نخبيش عليك. ياك ما عاود زبلها تاني. ما نقول لك والو امولي يعقوب، شوف مصطفى هو يمكن يفيدك. الله يعاونك. الله يعاونك. يا محمد مشتي صلاح الدين؟ لا نعم سي مشتوش. تمشي هذا فين؟ شو بغدات يا المعلم الله يخليك؟ موجود امولي يعقوب. بسطوف عليك تنقلب. اهلا بسطوف. لاباس جلس جلس زيد. قول يا بسطوف دير فيه واحد الخير كبير. اللي لقيتي يا صلاح الدين راني محتاج ليه بزاف. انا نقول لك يا يعقوب تطال ما بيجي شارك. انا نقول لك حتى شي حاجه صلاح الدين مدة هذه ما بقى بيناتنا غير الخير والاحسان. نقدر نقول لك ولا قدرت تتفرق مع داك السيد لا تكره شيء. والحاجه اللي بغيتي يقضي عليك من الأحسن دير من النار الناقص. على كل حال شوف الحاج هو يخبرك بكل شيء. غادي الأغبالو؟ لا أخويا شوف هذاك راهو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الأغبال أسي يا أخويا 250 والباقاج بلاتي نشوفه. بعد درهم يلا سيدي هز. علاه المعزه غادي تيا الى غبالو؟ ارضي يا سيدي فلوسي انا ما خاصني بهذا الشيء. واش الصبر انا مع بلالا؟ ما تردو فلوس يا سيدي بحالنا بحال الكار، عجبك طلع ما عجبك نزل، انت مخير ديال راسك. مصيبه. هاد الريحه صاحبي اللي كاينه فيهم غنتم مسافرين بها هكا؟ ايوا سيدي اللي عطى الله هو هذا. شد عليا هادشي وقف لهنا. ولا لا وقف لهنا سيدي. انا ما قلتليش كاع مصافر. واش ما قالش مفرحة المعزة؟
ترد لي فلوس يا سيدي. رد ما رد لك فلوس يا سيدي. عجبك الحال رانتا ما عجبك الحال مرض رانتا فيها ما يتهناو عليك ما تردوش حنا الفلوس. وعسير سيدي دابا يديهم 10 درهم غير سير. ايوا سير فوت جدارمي هذيك الشيء وفوتو من ديك الشيء ولا جاي ديك الشيء ليه؟ الله ينعل اصل فوك الكلب. الكلب ديال الشماكله ديالو ياك؟ هذاك الشيء على حساب الخضره اللي قام لك يا طفيق. علاش هذا السؤال؟ واحد السيد صاحبي تيدوز من هنا وتياكل عند واحد الشواي. هاد الايامات الشواي غبر عليه. ملي سول عليه قالوا ليه هاو الدار الكليبات اللي كانوا تيولدوا ليه صابهم شي مرض وماتوا. لا حول ولا قوه الا بالله. الوقت ما بقات فيها تمره. معك هذوك الحوايج السي محمد الله يخليك. هذاك هاكاك الله يرضي على اخويا. وبشويه الله يخليك بشويه. هذيك الصندوقه الخضراء شويه ديرها تعتلوها علينا بحال شي بعضين. كل عليا هاد الصندوقه كون هرس ليا راسك. بارك الله فيك. اجي ما حرمش عليك انت سيدي. اه سيدي الله يهديك عطيوني فلوسي. اشنو الفلوس؟ الفلوس باش شريتي البغلة. شو ما عليك الشريف وعلى الاقل غير شري هاد البغلة. شري ليها شري لها شي شواري يكون مزيان وتمشي بحال كل غادي ندير عليك بهاد العصا. واحد السلام عليكم. وعليكم السلام يا جوج. كيفاش شواوي؟ اجي السيارة خلصت. وين قصير تنفح؟ إذا لقيت شوية ديال التنفيحة ديرها يفوتك الرواح. صباح الخير معلم. صباح الخير نعمل. كاين شي حاجة ما تكل؟ كاين ما يتكل أسيدي، كلشي موجود. أمر شي كزيلة تاي. أنا بسم الله نعم. الخبز الخبز.
بسم الله نعمل عمرش البيت بس عمر انا صحاب لا حاب ما كاينش ودي زيت عود زيت العود بلا بيت صرا لا زيت عود بصاقك بلا اش هاد الغريب جايب قجاقجو كتقرقد طاهر مدي في الدنيا وجايب نمشي نشوف اش عنده صباح الخير يا ولد الخير صباح الخير تاكل شي حاجه اذا بغى الخاطر عطيه المعلم عطيه بسم الله الغريب جايب فكره غريبه ولا حكمه جديده ولا تفكرنيش راني كنعاون بسعادتك يا فاعل الخير الخير في بنادم ما لقيناه باغي تخدم اسيدي وزيد الخدمه خدمه تاع سناد وتوكل على الله وقول بسم الله يا بسم الله يلا سيدي هز هذاك الشيء يلا سيدي هز يا بسم الله افتح ارزق كله وحيلته مع الدرهم زمان واش من زمان هذا هو الزمان اللي ولات خميرته فطيره وملحته دودات وزيد بقى كم صداع اش هاد القشاق جايب معاك كتقرقل هذا الدوزان ديال الخدمه عندك النقره ولا النحاس ما صالحينش ليا بزوج وهذا الناعوره ليش انت في اللابيه وتربح الفلوس هي عندك الذهب شفتي هاد الجو شحال مغير مغير بحال حالي هاد الماكينه بها تنعيش انت شوف تناخذ الفلوس وتنعطي النفايد من بعد تدور الماكينه وملي توقف اللي ربح ربح واللي خسر خسر ما فهمتش كيف ديما الاخرين تيخسروا وانا تربح واللي يلعب بزاف نربحوا شويه باش ما نعيقش ومن بعد نصيد الاخرين اللي بالجماعه وعلاش تيلعبوا الناس كلعبوا الناس باش يربحوا الفلوس بلا ما يتمحنوا عليهم هي هما باغين يربحوا وانت باغي تربح وما حدهم هما باغين يربحوا وانا تربح واللي خسر يكب الماء على كاشو وهاد الكبوت منين دبرتي عليه هذا كبوت شريته من عند واحد البحري هولندي قطع به الحبل في الدار البيضاء فهمتي دابا واجي لبلاصتك ارباح 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 هاي وزيد وسادتنا اللي بغى يربح ما بقاوها وثلاثة يربح ستة ومن ستة يربح 12 ومن 12 يربح 24 ايوا ارباح 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 وزيد وسيادنا ما بقاوها ارباح اسيدي ارباح ارباح اربح هنا الماكينة كدور ارباح اسيدي ارباح اكلوا واقع اسيدي موجودين ارباح ارباح اخويا ارباح 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 مول العشرة يدي 100 ومول 100 يدي 1000 ايوا اربح اربح شد انت البركه من عند ولد الناس ايوا اربح زيد وسيدي اللي مربح دابا يربح ايوا اربح يا عباد الله اربح هاي النعورة الرباح وزيدوا تلعبوا وزيدوا الخوت وتفرنا تحنا اللي طيبنا مصاصتنا هنا ومن عام نوضوا ترقدوا وزيدوا ترفحوا لكم زيدوا ترفحوا ورا ورا الترفيحة راه حسن حسن من الزلط والتشوميرة النعورة الرباح الخوت شكون اللي بغى يترفح فيكم يزيد يترفح وما حد كاين الرباح اليوم يلا سيدي زيد اربح اربح شكون قال شكون انا سيدي انا موجود يا وحدة ها جوج ها ثلاثة كاع ايوا اسمع الفلوس ايوا اسمع لي الفلوس ها ايوا طلع فلوس ها هاك الرابعة ها 40 لهنا ايوا شكون قال شكون قال سيدي خذ ورقة قيلة تربح قيلة تخسر جرب زرت واحد النعورة باقي ما دارت ايوا عندك عندك ايوا يا الخوت النعورة كدور شكون قال شكون قال فيكم شي ورقة ولا جوج وزعموا والترفيحة راه أحسن من التشوميرة تفضلوا خو هنا بلاتي البنادري بلاتي يلا سيدي اللي ربحنا نقسموا جميع واحد Thank you.
انا ذا مولاي نوض وانت لصقتي ليا في عنقي وانا ذا هاد المصيبه اش اش لاش اشنو هذا ياك لاباس الله يخليك بالخلا شو واقع لا والو ما تقول غير شطاح وداخل سوق الحداده ما فهمتك شعومه اش عندك ما تفهم جاي هزك فوق كتافي ترتق لي يا ضلوعي يا سيدي واش تبهيمه ولا اشنو شكون انا لا انا ذا مولاي مالك عليها ولا غافل ونهار فاق قال له غفل حسبوه بالدنيا فايق وهو غافل اش هاد الحكمه مفهم الهبال عند العقال بحالك ما كاين فرق بحال الحكمه بحال الهبال اميمتي راسي اميمتي اشنو حتى هذاك راس ويلا كان هذاك راس انا اش غادي نسمي انا هذا اش غادي يكون نفاخه ولا كره عامره بالبرد وتقول حس العقل فيه والله ما تقول غير بعقلك اما انت من عقلك تفرقوا العقول تبقيتي بلا شام مسكين ما فهمتي في الدنيا ولا دريتي الرياح داتك ما رجعتي اما انا هبالي هو حرفتي وكله حرفته انت بناعورتك مدور الناعوره واكل رزق الناس ولكن عبرتي عليهم هما مالين العقل اما انا واكل من هبالي وبكلام العقال من بالي اللي ضحك نزيد نضحكو واللي بكان عرفو بحالي بارك من الخوز يتفيدنا حياني الله حتى وليت نشوف مالين العقول يطلبوا لي فاده من اصحاب الهبال تقول لي اش واقع واخونا في الله على ما عقلتيش غير شديتي هاك بالك ارى ما عندك سمكه وقالوا لي صغرتي ما ديتيها في اللي حداك ولا اللي قدامك وفي الاخر تحتيك كاو خرجتي عليا جاي هزك كتافي طاحو زيد الخل على الخميره ما ناقصك ولا واتاك اللي فيك يكفيك وزيدها بالشطيح والرديح زيدني يا ولدي زيدني انو ذا مولاي نوض اليوم انت اللي غادي تكب الماء على كرشك خسرتي النهار وزدتي كملتيها زهق ليك المجاج حتى هو طاروا لك بيه بحال شي فريخ وانوض الله يجيبك على خير نوض شكون عندي شي باكاج يلا مول النعجه سي محمد سي محمد سبحان الله رحنا وصلنا فين وصلنا الصويره لا سيدي انا غادي لاكادير واسمح لي يا خويا رفيقتك الغربة عاد
بقيت ايامي حتى قبل تلالت لبزور يا فني وهي غرام. اسمع محمد يا نسهل الكوامل اغشك يا زيادة دورة الصحراء بلاد القبلة ومسكن العربان في طريقي قبلتني صدمة تشبال غصن البان يا عيني تشبال غصن البان يا ناس منت ومنت وعلى وصفر غصن البان دورة الصحراء بلاد القبلة مسكن العربان. بسم الله مسكي حاجة أخرى؟ لا ولو جوي والله اني ما كذبت زيد قلت خير ان شاء الله ما كان غير الخير ان شاء الله البارح راقده وانا نشوفك خير وسلام جاي مره توقف ومره تمشي وشي نوبه تغبر ما يبقى يبالك اثر وانا واقفه ما تحركت ما تململت شويه وها هو جاي واحد مولاي الريح هزك ولحك جيت نشوف جبرتك حدايا تمنيت كل منها ما طالت ولكن رجع في الله راك عارفه يا طب الزمان صعيب واللي بغى اللقمه لازم يجري موراها ومالك الاعلام راه واقف وانا حاسه بلي السعد راه قرب يتسكن بس يا حياتي كليد شوفي وسمع لي اش كاين تما هو الاول يا بسم الله ابركت الجواد ابركت مالي المكان ابركت مالي المكان ها هي وجديده لا لا ديالي انا احسن منها ياك بسم الله هاد مصل الاولى وهاد الثاني ايوا دير نيه دير نيتك في الله وقول ها فالي ها تخمامي ها باش غادي ياتيني الله ثلاث مرات ها فالي هات خمامي هباش غادي ياتيني الله هفالي هات خمامي هباش غادي ياتيني الله وهفالي هات خمامي هباش غادي ياتيني الله مزيان ايوا دابا نشوفو حلودنك الله يسمعنا خير ما كاين غير الخير ان شاء الله على بابك يا ربي ومالك ما عندك مناش تخاف هانت ها الرفيق جايك حتى لبنيديك من دابا تلت وقات قولك تلت ايام قولك تلت شهور قولك تلت سنين بالحق انت ديما غتبقى طاج ورحيلك مجموع انت هادي خديمة جايك واقفة على طابق المخزن بسم الله شنو كنشوف هادي جماعة انت ها هما شكون هاد الجماعة ها بعد منها رفقتها ما في ربح الحق ما عندك مناش تخاف بجاه الله ومالي الوقفه ومالي هاد المكان كل شي غادي يدوز بسلام بسم الله بسم الله هادي مرا واقفه في طريقك اعود بلا مش تراجيم اعود بلا مش تراجيم هادي نحس تابع في سيفت مرأة عينيك حلين وشعرك حل بالحق زينا في سيفتها اعود بلا مش تراجيم اعود بلا مش تراجيم تسليم بالحق اللي وقف طريقة تسحقو بلا ما ترحمو ولا تعتقو نوض نوض بعد مني نوض سير عليا في حالك نوض قبل ما نحس غيطليني نوض ما انت توب على قدي ما دخلت لك فنك نوض عدو والله نوض شرع مولانا بيني وبينك نوض عمرك ما تحط رجلك في هذا المكان نوض عدو والله
ونسير عليا بحالك مضعد والله نسير عليا بحالك نسير عليا بحالك سير عدو الله سير لهلي رزقك سير عمرك ما ترجع لهذا الدار سير عدو الله سير لهلي رزقك مصطفى ما تعرفش هذاك المغني اللي جا عند صاحبه وقال لي ما كنعرفش اش كندير بيد ديام اللي كنكون كنغني قال لي بدا تشد بهم فمك انا عمر واجه الخوف يسكت عمر ما غادي يعرف يتكلم على الساكينه اللي حقق في شوفتي في الوحش الواقف قدامي يعرف بلي الحياه بير ما عنده وقع طالع منه صدع عميق يوقف كل حركه سكات وجمود نابع اللي ما عاش السكات والخوف ما يفهم الكلام على الجمدة حياة بحال شي يومية غادية بينا صفحة بصفحة كتقربنا في كل وقت من النهاية المحتومة شكون هاد بلال؟ مولي يعقوب كيبان مرة جوج في العام جرق جقلو من سوق لسوق حتى كيلقى راسو هنا قربتها بالتوصيلة غريبة كيجي كيشوفها وكيخلي لها ما تقول مدة طويلة للناس اللي كيزوروها مرة مرة طو كتسد عليها البيبان ما كتلقى ما تقول يا مات من بعد كيبان مولي يعقوب كيقولو بلي كتعيط عليه وكيجي هاد المرة تعطل عليها كتير هادي كتر من 7 شهور وهي سد عليها ما كتتقبل حد مي جا جريت عليه لا هرب لها مولي يعقوب هربان بان باش يهرب كون بقى غايب كون تنتظرو يطو اليوم فنات نوض نوض اولدي نوض بسم الله عليك انا نوض قاعد يا سيدي انت نوض قاعد يلا اولدي احنا معطلين هز هذيك الماكينه وتبعني يلا اطلق راسك جرب تشوف 10 تجيب 100 و100 تجيب 1000 ارباح 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 الرويدة كدور لمن كدور معلمي يمكن ليا يمكن ليك انت بعد اليوم داير لك في الخوا اجي جرب وتشوف 10 تجيب 100 و100 تجيب 1000 وتجيب الريحة معلمي 10 صنادق نحملهم في المرصة ديال السردير على كتافي وها عشا الوالدة مضمون بخير دا نهار وما طال وانا كندور في هاد الزمر هذا اللي شي نهار غادا تحفى ليه النقشة وما يبقى يوقف لا ليك ولا لهاد الكوانب هادو اللي دايرين بيك
ويبقوا عينيهم فالتين فيها دور يا الرويضة الرويضة وقفي وقفي يا الرويضة الرويضة وقفي وحلفت الرويضة ما توقف وحلف الليل ما يسالي وحلفت الشمس ما تغرب وحلف النهار ما يطلع والحلو فداخت معلمي الله يعاون معلمي معزة واش مسخوط الوالدي من غادي شكاين وقت ليك اجي اش بغيتي اش كاين غنمشي بحالي صافي لا مخلوط ماشي صافي عندك شي فلوس لا على اللي تبعك يربح وهاك باش تقضي وانت المعلم واسي غير حمق كل ما كانوا عندي كاع ما نعطيك الله يعاون أراد بعد ذاك البراد شكون هذاك خلال اللي قال تسمى هذاك واهلي على هذاك اه سوار اللي مشى ورجع لها بحال اللي عمره ما كان فيها اش تبدل عليك ما عرفت بالضبط الناس ما الهواء الهواء هو الهواء والصويره باقيه هي الصويره ها سوق الغزل لهيه باب سبع ها تغيرت والسقاله في ديك الجهه ايوا والناس ما بقيت عارف مول البلاد من تجاكنت تجاكنت البراني كلاحق مول البلاد وكبر كرشو راك تعرفو بوكرش مدلية كرش الحرام الحوت في البحر يعرفو صغير وكبير في غرقو وفي شطو مرة مرة كيمدليه طعيمة لديدة سنارة ماضية والطعيمة ما تقداش ومن داك النوع اللي على بالك واللي حل فمو يتشد ليه والحوت الغشيم كيغشم مع خوته وملي كتجمع الشبكة كل شي كيحصل وكيولي تاجا كانت سيد الكبير وسيد الصغير هاك ورا قالوا ما فيها حزارة والشيطة الخيبة اللي ما بغاها حد كياخدها مول البلاد حالي ولا يدوز محني حشمان ما قد لا يهضر ولا يتكلم كيترعد خوفان ولا من يحرك الصبيع واللي هضرتيه تينفخ عليك واللي هو مولشي وانت سير له سير له ولا غادي تعرف شحال كنلبس في الصباط اشنو فلان ما يقدرش يشوفك دابا راه مشغول هذا هو الجواب فين ما مشيتي تشكي وملي تعيا ويتقضاو لك تلاح للركنه وتهنيهم اما خينا طريق مسرحه قدامه الباب اللي وصل ليه تيدفعوا بكرشو اتفقوا وبردوا العصيده ليهم واللي زحمهم تحطوا ليه يديه في هذيك السخونه اللي الله طيبه يا لطيف على الجرتيلة تا شفتي هنا راه مازال نواور دخل شويه لهيه فين ما كاين لا بحر لا حوت اللي يرد الصدى
وتشوف بنادم اللي جاع كيحني الراس ويخدم على سيادو وبشحال بجوج صولدي ديال الويل اللي ما يشربو حتى الماء. الوزير ما كدبوش، قال لك اللي في الواد ما موجود في البحر. القهره اللي هي اكثر من هنا عندهم الحق. انت خصك تكون داري وعالم بهذا الشيء، راك جوال ولا حتى انت بحال الفقيه تشوف ما تفهم. اللي بانت كاينه واللي غابت ما موجوده. انا نقول لك الزمان اسيدي ولا زمان هلو، ما هو ديالنا ولا احنا ديالو. بكري كانت العيشه احسن، اما اليوم قليل ولا بلاش. كل اسكت، رضيتي راك سكت، ما رضيتيش تزيد لهيه وتخاف من راسك على راسو، تخشي لقمه البيت وانت خايف لليدين يطيروها من بين راسك. وبحالي انا يبقى هنا يفكر اللي نسى ويفيق اللي سها، عايش يتمنى مازال تجا كانت يعيا ومن الحق يبان وليام مزيان. وعليك مولانا يا بركاتي يا بركاتي يا بركاتي يا بركاتي.
هذه تغنجة ديالي فيها قصت من حياتي بكل ما فيها من جراح ووقات سعيدة. وعزيز عليك بزاف. كل ما زدت نهديها لك. هنا له وهذا لهاديك السحاب بين يديك والارض تحت قدامك رجلك يجروك وحجارك يشدوك واللي هز راسه وانا نقطعه. وتجا كانت راسه فوق الريوس هو الاول. انا هنا واللي نفخ في البن يشتاقو. كل شي بحال بحال من الكحل نخرج البيض ونصفي اللي ما يتصفى كل شي يتنقى والحوتة تولي بدارها هي وجيرانها كل صباح طليلة من شريجة متكحل العوينة توقف اللي بحالي تهز المشاعر ويخفق القليب انا جايك حوتي انا رجع مول يعقوب تسناني نعول على دخونا في الله الحق باين عليه من فوق غير الريح كالنفاخة حبل غاشي محفرتي الله على طلاني مولاي بشعيب هادي صلاح الدين كيف داير قلبت عليك في مراكش بريق الناشف لك شي بس ما كاين ولا شي خدمه مسربيه هادي فيها الفلوس وبلا صداع شي غرض بسيط وكان ولقيتي اللي يقضي لك ولا شنو شحال خلصتي عليه باش قضاو عليك قول لي اشنو هي هاد القضيه ياك ماشي مشكل كبير عندك الحاجه اللي بغيتي يقضي عليك من الاحسن ديال النار الناقص داكشي ماشي مهم بزاف ومالك ما قدرتيش تقول لي اش كاين يلا يلا مولاي يعقوب جيبوا شي دويره في المدينه سرحوا رجلينا
القوال ودارت عليا الناعورة. من بعد ما حكاو لي على هاد خينا وباش غادي يفيدني، واش يفيدني بشي نحكي ليه ونعول عليه؟ والله ما بقيت نقشع حاجة ولا عارف نصدق ولا شنو ندير. سبحان الله، هانت مدة هادي ما شفتك ولا تقول تغيرت فيك شي حاجة. مولاي يعقوب هو مولاي يعقوب، ديما مضعضع وعيان. مولاي يعقوب الله يهديك، سلا معك الصفر، سير هنا جري لهيه، ها السوق ها الحلاقي، والنعاس فين ما ولك، والماكلة ما هي مقادة. الله يهديك الله يهديك. دخلنا عليك بالله، واش عمرك ما فكرتي مع راسك وقلتي ارا ندير بحال سيادي؟ كاين اللي من الصباح العشية ولا مول المال واللي سبحان الله. مولاي يعقوب هو مولاي يعقوب، واللي دار الديور واللي دار التجارة، وانت باقي كتضرب الحجر. بعدا الا ما فكرتي في راسك، فكر غير في هذيك اللي جريتيها معك ونسيتيها، هي وداك الغزال من دري اللي عطاك مولانا، ولكن هذا ما كاينش. دخلت عليك بالله، واش عمرك ما فكرتي في شي دويره مجموع فيها انت وبدور ورضوان؟ ولا عجبك هاد العيشه، عيشه البوهالي وهاد السيحه وهاد الديعه؟ حتى لين 38 عام هي عندك، وحتى لين غتبقى ضايع في الزناقي والحلاقي وغير سايح من بلاد البلاد؟ 38 عام اش درتي فيها باش تحمد الله؟ والو، فلوس البن كياكلهم زعطوط، واللي جابو النهار يديه الليل، والكاشي قليل. يلا يلا فكر مولاي في الصح، راه ماشي داكشي اللي ناقص، راه ما يديها غير زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين. غادي نعرفك على ناس مهمين وتذكر معاهم. De ma nuit blanche, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo pour partir en je l'ai choisi avec beaucoup, beaucoup de soin. Mahel, mahel, kamoulia. Salam alaikum. Salam. Chnoul. Excuse-moi, ma chérie. Oui, bien sûr. كي مولاي يعقوب. اهلا، تفضل. سويو لو بيان فينو، اسيو تفضل. اي جيسبر كو فوز الي فو بلير parmi nous. mes amis, voici مولاي يعقوب, l'homme dont je vous ai parlé, l'homme sur lequel on peut compter. مولاي يعقوب صاحبي من بكري، الصحبه القديمه، قول خوت وخلاص. مرحبا بك، je suis très heureux de faire votre connaissance. عرب راه مولاي يعقوب، يلا غادي نعلمو الفرنسية. سعيد. Oui. Je crois je dois partir. Où vas-tu? Je dois partir. Ben attends, on va te raccompagner. Non merci, je dois partir. لازم نمشي. Tu n'assistes pas? Non, il vaut mieux pas. Salut tout le monde. قد معنا شي كاس مولاي يعقوب. لا ما تنحنش راسك، يلا شربت حتى وما قاد على حتى شي حاجه. هانت هادو هنا كلشي كاين خوت، وهادو هما اللي الحمد لله مدبرين على ريوسهم. شوف مولاي يعقوب، واش عرفتينا حنا كيفاش كنا وكيفاش صبحنا اليوم؟ غادي نقول لك واحد الحاجه، عمل معنا الله يجعل البركة في الكوانت. أنت شوف شوف حالتك مع حالتهم. واكلين شاربين ما خاص حتى خير. والأخص أنت راك مجرب والحرفة،
خليك من الزهر السويرتي، انما هذه الربح ديالها مضمون في الجيب من الاول. هز من هنا لهنا وصل هذه لهاد المدينه بين اللعمه والفلوس في الجيب. ولا تلقاو يا جدار ميش غادي ندير؟ ويلي حتى انت كنعرف عليك شجاع، وزيدون تركنا بعيد على طريقهم. خذ لك شي كاس. خمم ونرد عليكم جواب. خممت في بلاصتك، شفتي؟ والله القاسم لازم لو كان ما عرفت فيها مصلحتك لا قلت عليك. حشومة، واش انا غادي نبغي لك المضرة؟ يلا سر بينا، الوقت كيدوز. امور يعقوب، راه اللي كلاه فمو ياكلها فعظمو. داكشي كله خلي غير عليا انا. واش ما بغيتي تولي بحالنا؟ وقول بسم الله وبدا معنا. قول لي ما سهلت نسهلو باباها، واخا تكون كيف ما بغات تكون. اجهر لك. خصني نبدا نمشي يا سي صالح، غير نقضي شي شغل بسيط وانا جاي. ياك لاباس، ياك ما خصك شي حاجه قول لي، ما تحشمش عليا. لا الله يا ودي، غير شي شغل وانا جاي. وعندك تعطل. لا ما تخافش انا جاي دابا. وعندك غادي تجي مولاي يعقوب. ادفو سيو كيل باغ فونيير. مولاي يعقوب في يديكم، لا بدا يرجع ما كاين مشكل، انا عارف فين نلقاه، لازم يرجع. ميرسي. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى تصبي واحد السيد اليوم مغوفل وشي الحياة، هو معروف. قال لي يا سيدي عندي واحد القصة ديال شي فيلم شي 10 سنين هادي وانا كندور بها. هاد السيناريو هادي 10 سنين وانا كندور به، وما لقيتش اللي يعطيني شوية ديال الفلوس باش ندير الفيلم. والقصة ديال الفيلم بسيطة، شي واحد مغوفلو باللحية. Ami, minute sur cette falaise qui nous avouait sa laideur. Des chiens de sueur aux larmes effacées par la poussière. Que font frémir la forge et le négoce venus de lointaines contrées. Et dès lors, je balbutie. Enfin, je veux faire de l'humour. Mais, des trous de mes dents. Font des courants d'air et les mots se cassent la gueule. Fantini, là, tu ne comprends pas. كنس القصيف عودت عليه مثلي يدي من الغرق يعتقني، جا بغى يكبل ذاتي بالحديد للعمق يدفعني. كنت ما يساعدني ناض بغى يزيد الخل على الخميره، وشكون عارف لاش من زوبيه بغى يرمين. من زمان كثرت وحوشو، بقيت تعرفوت الحلال من تغريفة الحرام. لما نشكي شكون يسمع الشكايه؟ شكون يواسيني؟ جلت وتشخط بعيد ما نقاسي، لا من يسمع ولا من يهز وسادي. وتبعاا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 ا
وتبان على الوجه ضحكة في القلب كية والروح بحرها يجمل طام يا داية وتسيل من العين دمعة وتبان على الوجه ضحكة القلب كية وراح بحرها يجمل طام يا دايع يا دايع في عرض الله يا دايع في عرض الله يا دايع دايع وسلاح كلمة كيف تجيك البسمة يا دايع يومك علم بالغمام يا دايع تعلم بالغمام يا دايع ويزار العذاب على حياتك منشور والحيرة بيك حبال الدور يا دايع لا تطير في حياته هاني إلا أنت إلا أنت يا دايع امتل الشمس دايع امتل السحاب امتل الهواء امتل الموت يا دايع يومك تقاد جاك لوفا قوما عليك تبر يا دايع